كيدير 5000. لا داك طاح براسيات روميين واخا ان شاء الله دوزهم 8400 درهم. هذا 8400 درهم 840 اورو، 840 اورو فيه الخاتم والعلاقة والقرميط لونسومبل كامل الحركات اللي ما فيهمش 168 الفري. راه هما الخاتم، ها هو الخاتم ديالو، ها القرميط وها بوندونتيف. الله يحفظك اختي، مرحبا بك جيهان، مرحبا. الف المزار فادي المزار، عطي الحسين حلقات، عطيه السيارات. هذا كاين القرمطات هادو، هذوك تقالي بغيت شي حاجه ثقيله شي حاجه غليظه، كاينه هادي ثمن زوين 300 الاورو. انا اشني 300 الاورو، هذه دايره 11200 درهم، 11200 درهم، مليون 24 الف ريال. هادي زوين، هاد القرمط روميه 11200 درهم، مليون 24 الف ريال، 1200 اورو. كاينه هادي حتى هي زوينه كدير 18600 درهم، 1860 الاورو، 1860 اورو، مليون و 172 الف ريال. دي بحال الكولا، دي بحال الحصيره، ها هي انت هي زوينه 120 اورو. بالنسبه اللي ما بغات لا ذهب لا ولا ما بغاتش لا حجر لا والو، كاينين هادو روميين فيهم الذهب البيض والصفر، هذه كدير 10600 درهم، مليون و 20 مليون و 12 الف ريال، وهذه دايره مليون و 14 الف ريال، 1070 اورو، 1000 و 60 اورو. هادو كلهم اللي ما فيهم لا حجر لا والو، هذا مازال فيهم هاد الخدمه هادي ديال الطاليان، هادو الخدمه هادي زوين، هادي فيهم السيراميك. ها هما اللي دايرين شي 12500 درهم الوحده، مليون و 50 الف ريال. الخدمه ديال برا هادي، جوج هادو ديال برا ماشي ديال هنا. كاين هادي ديال الجاكوار، الثمن ديالها كدير 12500 درهم، مليون و 50 الف ريال. اللي دايرها هادي مليون و 50 الف ريال، 1000 و هي 1250 اورو. ايمان مرحبا. ذهب الجرام ديال الروزاس، ديال الروزاس اختي شغن نقول لك، راه كل حاجه والثمن ديالها. كاين اللي كتباع ب 600 درهم، 650 700 درهم، ما مقادينش في الثمن. شوفي انت شنو بغيتي، بحال اش بغيتي. كاين هذا الكرميط ديال الروزاس، ها هي طانكي طانكي اختي، بقاو جوج ياك، طانكي بقاو جوج، بقاو جوج اللي بقاو كبار. هذيك كاين هذه دايره 5500 درهم، 550 اورو، 110000 ريال. كاينه هذه حتى هي ولكن ثقيله، هذه ما فيها، هذه ثقيله، الثمن ديالها كدير 1220 اورو، مليون و 44 الف ريال، مليون مليون و 44 الف ريال. الميزان ديالها فيها 21 غرام، هذه اللي عندها قياس كبيره بالطول ديالها، بالنسبه ديال الطول صغيره. هذو كلهم واخا نوريك اختي الطنقي اللي عندي، نوريها لك. كاينه هذه حتى هي، هذه ثقيله وقصيره ما طويلاش بزاف، هذه كدير 7400 درهم، 7400 درهم، 740 اورو، 148 الف ريال. كاينه هذه ديال رافينيتي، الثمن ديالها كدير 2800 درهم، 280 اورو. وكاينه هذه حتى هي الثمن ديالها كدير 2600 درهم، 260 اورو. ها هي هادو كلهم ديال رافينيتو، فيهم بالسلسله ديال الحصيره ديالهم، وصحاحة ما كتقطع ما والو. نعم اختي، نتا شنو قلتي ليا؟ واخا نشوف لك، عافاك شحال شرح لينا. الروزاس على الذهب العادي، الروزاس اختي راه ماشي الذهب، الروزاس الذهب، الروزاس هو الحجر، واحد الحجر كيقول ليه القشور ديال الديامو كيسميوه الروزاس، هذاك هو اللي كيكون غالي، كيكون كيتباع للكارة، داكشي علاش كيتزاد على الذهب، كيتزاد غالي. هذا كدير 3300 درهم، 330 اورو، 66 الف ريال، 3300 درهم. قلنا ديك قل عمر زكريا طنجة، جوج كوليات جوهر والخاتم كاع ما تتسنيم، حتى أول مرة أنا في إيمان القادمة ضروري تشطر معاك. قال لك صيفطي زكريا. هادو كلهم كرميطات روميين، بالنسبة اللي بغات شي حاجة ها هي كاينة، ها هما هادو كلهم. نعم أختي تكون ان شاء الله، هادو كلهم كرميطات
بالنسبه اللي بغاو ما انت كاين هاد الكرومات عاوتاني اخرى هادو كلهم في الهميزات في الدوزيام كيما قلت لكم راه الدفتي تزاد ومازال حنا غادي نزيدو في الثمن خذوا دابا هي الفرصه باش تشريو قبل ما نزيدو في الثمن 3100 درهم 310 اورو حيت ضروري الدب مازال غادي تزاد راه اليوم 510 درهم اللي داير الماده الخامه اليوم في المغرب هنايا 510 درهم 510 اورو 51 اورو ماشي 510 51 اورو هذه كرومات خميسه كدير 1550 درهم وفي نفس الوقت خبيو فلوسكم في الذهب شكون نقول لكم ديما خبيو فلوسكم في الذهب استثمروا في الذهب راه ما كاين احسن استثمار هو هو الذهب شريو الذهب راه ما غاديك ما غاديش شي نهار ما تندموش عليه هذا 5300 درهم 530 اورو 530 اورو 106000 ريال شريها انت ما تشوفيش الموديل شري بانك انت راه غادي تخبي فلوسك في الذهب ما تشوفيش بان الموديل غادي يلبسوه ولا كاين موديلات اللي غيتلبسوا بحال الكرومات ديال اللي بولا هي 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو غتلبسيها كاين شي موديلات انت شوفي فيه الذهب بانك انت غادي تشري شي حاجه تخبي فيه فلوسك هذا 8400 درهم 840 اورو 168000 ريال 840 اورو ديال هذه فيها شانيل الكرومات ديال شانيل 840 اورو كرميطات هادو كلهم كرميطات اللي كندوز دابا اختي هادو كلهم كرميطات هادو كاين هادي تاهي الثمن ديالها كدير 2700 درهم 270 اورو 54000 ريال ها انت كاينه هادي اللي فهاد القلوبه هادو تاهي ها هي الثمن ديالها شحال 1550 درهم ها هي 131000 ريال ها اللي ما شريت تنزه غير اللي ما بغاش يشري ها هادو كلهم في الهميزات في الدوزيام يكونوا مستعملين البراسليات واخا ندوزك اختي البراسليات هاد الكرميط ديال الخشيشات ها هي الثمن ديالها كدير 9600 درهم 960 اورو الناس اختي ديال اليوتيوب راه غنقطع كاينين شي اسمها الناس ديال اليوتيوب غنقطع ونعاود نرجع لكم كاين المشكل تيتقطع لي انا غنقطع ونعاود نرجع دابا انا غنقطع ونعاود ندخلوا ولا بارطاجيو ابراهيم ديال الاولين ديال اليوتيوب بوحدو كاين شي مشكل ما عرفتش كيتقطع اخويا هذا قلنا كرومي الثمن ديالها كدير 9600 درهم 960 اورو 960 اورو 192000 ريال هذا اعطيني اخويا ديك البلاصليه تعطيني هاري هذوك واخا انا غنوريك البلاصليات اللي كاينين دابا هادو يلا خديناهم ها انت كاين هاد الحلقه تا هما سامبل هما ديال الخيول كيديروا 1750 درهم 175 اورو 35000 ريال الله يبارك فيك الله يعطيك الله ينورك ها هو الثمن ديالها 75000 ريال في البيض الصفر مازال ما دوزتهاش الصفر كاين واحد الصفر كاين ها هي الصفر كاين واحد فيهم ثلاثة ها هما ندوزهم ثلاثة ها انت راه كاينين ثلاثة عندي ثلاثة انت قول تشوف هادو هما ثلاثة ها هما ثلاثة هادو تا هما 2000 درهم يلاه دابا هادو كاين دايرين 2000 درهم لوحدها هما ثلاثة باقيين هادو فيهم جوج صفرين ديال رافينيتي جوج صفرين وواحدة بيضة الوسط 6000 درهم 2000 درهم لوحدة ها هما هاكا هما صورها ليهم اختي كاين هاد البراسي ديال الجاكوار الثمن ديالو كيدير 12000 درهم 12000 درهم مليون و40000 ريال 1200 اورو كاين هذا ديال الروزاس اللي فيه صف واحد ديال الروزاس فين الخدمه ابراهيم تبع عندك 8150 درهم 815 اورو 163000 ريال 815 اورو ياك اختي ياك صافي خلصي غير البيو حنا غنمشيو 8150 درهم 815 اورو 183000 ريال هذا ديال الروزاس الصف ديال الروزاس كاين واحد الكلاش هو الكلاش كتسول عليه ديما الكلاش هو عندي واحد القياس ديالو 6 هذا في الميزات واحد 5700 درهم 5700 درهم 570 اورو 570 اورو او 570 اورو 114000 ريال كلاش هو كلاش واحد البراسي اللي كاين قليل فين كيطيح هذا القياس هذا ها ما كاين هذا هاد الخيول قلنا حتى 1000 روزاس روزاس قياس 6.3 هاد البراسي ديال روزاس القياس ديالو 6.3
ها هو قياس 5.3 هذا الجاكوار حتى هو القياس ديالو 5.8 ها هو ديال الجاكوار والكلاش 5.6 الكلاش قياس 6 قدك عافاك حلقات ديال عاد دخلتي عاد دخلتي مرحبا الكلاش هاك هاي قلنا لكم احنا معروضين اللي بغي يمشي معنا مرحبا انا غنصري لايف دابا جي وحده هذا المحل نمشيو معروضين ندخلكم كاملين الطاقم ديال الجاكوار كامل كم الثمن واخا واخا نشوف لك ان شاء الله هاي على قالت لك زيزو على حسن تحيه اخويا حسن من قصرية السباته الله يحفظك الناس ديال السباته مرحبا بهم دوز هادو صاحبي دوز سام اييه كامل اصفر نعم هذاك هذا انا صورهم سمع الناس ديال سبعه اخويا هذا 35 الف ريال 175 اورو كاين هذا المصحف الثمن ديالو كيدير 5 شحال 22 الف درهم 2 مليون و40 الف ريال 2200 اورو واجيو جيو مرحبا بكم عمر اخويا راه غندير نمشي شي بارتمان لا ماشي اريد سرت عطيني ديك دابا حسن واحد كتقول لي مضمن قبيله راه نوريهم ليها راه غادي واحد جوج ولا قرابين ليك صافي هذوك الكبار عندك حلقه ديال الكلاش اختي عندي بجداد صافي رجعنا اختي اسماء رجعنا رمضان كريم لا كريمه جمعيه التاز الله ينورك اشنا هي السطوار السي حسن السطوار اختي عندي انا نوريك اللي عندي السطوار عندي شي جوج واقيلا اللي بقاو مع الثلاثة ها انت السطوار اللي عندي كاين هذا بالخضر هذا اللي فيه مزمرد بالخضر ديال رافينيتي وفيه جوج سناسل مدوبل الثمن ديالو كيدير 10150 درهم الكرش خطا عمر 10150 درهم مليون 1000 اورو مليون 3000 ريال 10150 درهم كاين هذا وكاين هذا الثمن ديالو كيدير 9400 درهم 940 اورو 940 اورو 188 الف ريال هذا قلنا هذا الخضره هو كاين هذا ايوا كاين هذا على الثاني هذا الشكل هذا الشكل هذا ولكن كما قلنا لكم هذا طويل هذا خصنا نقسم منه في الطول انت كاين هذا على الثاني في الطول بلا تشوف اييه مرحبا مرحبا ها انت شحال الثمن وكاين هذا عاوتاني الثمن ديالو كيدير 8700 درهم هادو كلهم السطوار 870 اورو انت كيما قلت لكم انت كاين هذا هذا فيه الخميسات وفيه لي بول وفيه هاد الخميسات هادو راه زوين هذا كيدير 8700 درهم 870 الحلقات 135 شنو واش حلقات هادو هادو 1300 اي عرفتهم عرفتهم لا كاينين ثلاثة ديال السطوارات اللي عندي وكاين هذا كبير هذا الكبير هذا اخ كاين هذا الكبير الثمن ديالو شحال كيدير 22 22000 درهم هذا كاين هذا كيدير 22000 درهم 2 مليون و40 الف ريال اه 2 مليون و40 الف ريال 2200 اورو هي 2200 اورو ها هو هذا انا قديت لك 2200 اورو كاين هذا درك يجي في الجنب ديالو لا كاين انت اييه 200 2 مليون و40 الف ريال ياك اختي جبت لكم الكادوات من تركيا بلاتي صبروا صبروا دابا الحلقات واخا السطوارات عندي أربعة اللي عندي ديال السطوارات هما الحلقات اختي كخيول هما هادو كاينين هادو دايرين 1450 درهم 1450 29 الف ريال كاينين هادو كيديروا 1750 درهم سامبل ما فيه هادو سامبل هادو مازال مبرومين هادو 35 الف ريال 29 الف ريال وكاينين هادو 82 الف ريال 4100 درهم 410 اورو هادو هادو كيتلبسوا بحال هكا شي تلبسوا بحال اوفال هادو ثلاثه الكخيول اللي عندي ثلاثه اللي عندي منهم ماما كل ما فيهم حصره والو
الله يحفظك. قال لا شفيقه كل شيء مزيان، تركيا مزيانه. انا دخلت خش لي في عنقك. مرحبا لي في عنقي اختي، هذا كيدير 3 مليون 3000 يورو. الله يحفظك، الله يحفظك لا زينب، شكرا. ها هو الله يحفظك. 3000 يورو 3 مليون اللي يدير هذا راه فيه الحجر حر والجوهر. 3 مليون هاكا هما هذو اللي بغاو خبلات. هذيك الصوره تكملهم، هذيك الصوره اللي قلتي نكملهم. هذيك ديال اليوم هي انا ما صفت لك. شنو شنو هذا كاين؟ عطينا هذه الصوره هذو كبار. كاين هذا بحرب ولحيه الصغير كيدير 35800، 3 مليون و116 ريال، 3580 اورو. وكاين هذا الثمن ديالو كيدير 3000 يورو، 3 مليون. ها هو عندي جوج هادو اللي بقاو عندي في هذا الشكل، راه قليل هادو تما في الكيزانو. جاوبني عفاك العنوان ديال المحل، كنتوجدوا في مدينة الدار البيضاء في شارع نورموندي في المعارف. تبارك الله سي حسن، مال الذهب الذهب غادو كيطلع. قال لك ما بغاش يبيعوا والو. علاش ما بغاوش نبيعوا اختي جهاد؟ علاش نبيع؟ واش كنديروا حنا هنا ما نبيعوش؟ اش ديال القرميط ها هي ديتك. كاين عندكم شي حلقات؟ كاين حلقات، كاين كلشي. المنظمه اختي كاينه، واخا نوريك المنظم كاين. المنظم انا نوريهم لك موجودين. هذه دايره 27 مليون، وهذه شحال؟ وهذه دايره 24 مليون، هذه 24 وهذه 27. هذه 27 مليون وهذه 24 مليون. الله يحفظك اختي ليلى، مرحبا بك. هاد السطوارات كاينين هادو، ها هما بالنسبه الا بغات تمشي وحده واخا حسين. ها هما ندوز لكم هاد البغاصليه تا هما. كاين هاد الدبالج، هادو هما جوج دبالج، القياس ديالهم 6.6، الثمن ديالهم كيديروا 8.2 مليون و30 الف ريال، 2150 اورو. الكبيره قالك حتى انا كنت في تركيا ما تلاقيتش بيك. عندهم عيار 14، عندهم 14 هما بزاف، ولكن عندهم 18 وعندهم حتى 21. طاقم الجاكوار نشوف لك طاقواج. عطينا عمر شي حسين شي طاقم ديال الجاكوار. هذا اللي تاهو تعطي هذا 2 مليون و 30 الف ريال، 2150 اورو، فيهم 37 غرام. هذا بالنسبه للتلبس غير الدبليج، ما بغاش حتى شي حاجه زعما تحليها شي حاجه شي براسي تحليها يديروا نجيها. دبليج كيتخشى في يدك، بزاف الناس الكبار تيلبسوا هذا. واللي بغات تهلا في الوالده ديالها تسرى شي كادو، ها هي هادو احسن وحدين للامهات كيلبسوا هادو بزاف. 2 مليون و 30 الف ريال، ها هما كاينين هاد الجوج هادو. ها انت كاينين واحد سته تا هما. الو واحد 6000 الصويريه قديمه، ها صرت لا قديمه الصويريه. شاكي ديالها فيها 6، فيها 2.46، القياس ديالها 6.6، قديمه هذه، قديمه قديمه عند التاريخ. القياس 6.6، الغرام الغرامات ديالها 97 غرام. نعم مبروم في الصغار. ها شنو هي؟ ما دوزتش حاجه مبرومه في الصغار. شنو مبروم؟ لا ما دوزتش. لا ما كاينش حلو. هذه قلنا الثمن ديالها 5 مليون و 146 الف ريال، 57 الف و 300 درهم، 5730 اورو، فيها 97 غرام. ها هي قلت لك مخلي العراده والناشط باش يبيع. واش نرى خاصنا نبيعو نشريو عاد نمشيو للناشط ديالاش؟ بشحال السلسله كنت اللي كنتي هاز؟ زين السلسله اختي اللي كنت هاز، هادو هما اللي كنت هاز بلاتي. فين هما هادو؟ هادو هما اللي كنت هاز. هاو هادي 3 مليون، ها هي 3 مليون 3000 يورو هادي، وهادي الثمن ديالها 3 مليون وشي حاجه، 3 مليون ونص. هما الجوج هما اللي كاين بحال شكل سطوارات. هذا كيدير 35800، 3580 اورو هادي، 3580 اورو هذه. عندك شي حاجه بحال هذه ديال 35 ريال؟ ها حلقات. فين حلقات؟ عمر فين هما؟ ها هما نخدم خدام عمر. هاد الجوج ها هما هادو، ها هما هاد الجوج ديال اللي خديك انت هز. قلنا هاد السرتله ها هي كاينه هذه 5 مليون و 146 الف ريال،
كاينه هذه سي واحد دقتها قديم هذا هانت حسين عطاني ديك السرات الاخرين هذا قياس كبير تبارك الله دير قياس شحال هذا قياس اخويا هي 6.6 هذه فيها 7 وهذه فيها 6 هذه راه دايره 6 مليون و16 ريال 6000 اورو و80 اورو القياس فيها 105 غرام ها هو 105 غرام اللي كتبغي خبي فليساتها اللي عندها شي فليسات محطوطين في الدار كل مره كتجبد منهم سير وخذ لك واحد السريتلا ونسايها بحال ما عندكش تلبسي منها وفي نفس الوقت زينه وخزينه خزينه وزينه كما كيقولوا خصني فلوسك وفي نفس الوقت دبتي تزاد وفي نفس الوقت راه ذهبك عندك تبارك الله السي حسن وخصك تجي مع السلعه اللي تبع الاصل ان شاء الله باذن الله صار رمضان نلبسوا شي حاجه بلدي ندير شي جلابه تاعي ولا شي ها هو هادو كلهم سرت لهادو يا كاينه هذه تاهي سرت لا الثمن ديالها هي تاهي كدير 42000 درهم 42000 درهم 4 مليون و 48000 ريال ها هي ياك ها هادو كلهم سرات لهادو راه خويا ها انت كاينه عاوتاني هاد السريت ثلاثه هي زوينه هي الثمن ديالها كدير 52000 درهم 5 مليون و 40000 ريال 5200 اورو ها هي تاهي سرات لا هادو كلهم سرات لا وكاينين هادو اللي فيهم ثلاثه كاينين بحال دابا هادو فيهم ثلاثه كيديروا القياس ديالها 6 اونص هما فيهم ثلاثه هادو قياس 6 اونص الثمن ديالها كدير 29000 درهم 2900 اورو اللي فيهم غير ثلاثه وكاين هاد ثلاثه اخرين سامبل كيديروا 15000 درهم مليون ونص 1500 اورو فيهم 26 غرام سرت لامبروما اختي لا هذوك الجوج اللي عندي تباعوا والله ما بقاش عندي هادو كلهم سرت دابا حاليا اللي عندي وهما هادو الدبال جار وكاين واحد الدبليج ها هو بوحدو هذا غير اللي بغات ها هو كاين واحد الدبليج هذا بوحدو السويري قديم ها هو السويري هذا كي القياس ديالو 6 ونص سوفا الله يحفظك قلت لك وصلتني الكروميط الله يعطيك الصحه غزاله حسن شكرا بزاف وتهلا في الملكه راه الله عمر هذا الله يحفظك وشكرا بزاف ونتمنى والله ان شاء الله يجيب الرزق ان شاء الله ومره اخرى تشري عندنا ان شاء الله الله ييسر بصحتك ان شاء الله واخا انا نقول لك اختي الثمن ديال المضمه واخا هذا الثمن هذا واحد هذا واخا اعطيني اللي فيهم الواحد تعطيني الدفارش كلهم اللي فيهم واحد واحد قلنا هادو السرات دوزت لكم هاد الجوج هادو دوزت لكم هاد السرتله هادي قلنا دايره 52000 درهم 5 مليون و40 الف ريال هادي الثمن ديالها 4 مليون و48 الف ريال هانتو كلهم هادو السرات 5 مليون 57000 5 مليون و140 هادو كلهم دوزتهم لكم دابا غندوز لكم اللي فيهم بواحد هذا شحال هذا سؤال السطور هذا 38000 درهم ها هي كلهم عندها حطهم لكم تما قدم لهم حسين تم زهرة عيط عيط لها درك عيط لها عيط لها لا قلت لك هي ملكة ظريفة بزاف لا حفظك اختي ليلى ملكة ظريفة الله عمرها دار براسلي ها براسلي انا واحد لا دير محمد دوز واحد قبيلة عند ها كاين هذا البراسلي هذا كيدير 16000 درهم 1600 اورو مليون و120 الف ريال ياك اختي سعاد واش عندكم كاين الحلقات كل شيء كاين هذا كاين هذا البراسليات هادو الثمن ديالهم كيديروا هذا البراسليات الثمن ديالهم كيديروا 17000 درهم 1700 اورو مليون و140 الف ريال زوينين روميين الثمن ديالهم 17000 درهم 1700 اورو مليون و140 الف ريال هذه زوينه القياس ديالهم هادو غيكونوا قياس 6 قياس 6 وعندي واحد البراسيل ديال الديامو ديال البراسيل ديال الديامو انت هذا ديال الديامو وغوزو فيه لي ديامو هذا كيديروا 16000 درهم 1600 اورو مليون و140 الف ريال كاينين هادو كيديروا 15000 درهم مليون هذو كيتحل بحال هكا 15000 درهم مليون ونص 1500 اورو وكاين هذا تاهو الثمن ديالو كيدير 14000 درهم 1400 اورو ديجا فيهم اوغوز 1400 اورو مليون و80 الف ريال وكاينين هادو دايرين 15000 درهم 1500 اورو تاهو هذا كلهم لي ديامو
تاهما في الهميزه تاهما يلا خديناهم هما زوينين هادو فيهم عندي فيهم ربعه ديال البغاصلي كلهم اوغوز هادو هما عصير الصابون ها هو اختي قال ليلى طلبتي غير السهل ها هو عصير الصابون هذا كيدير 38500 درهم القياس ديالو 6.6 الدبلج المفتول اللي كنتي هاز بوحدو شحال ثمن اين الدبلج لا ما عنديش الدبلج مفتول شوف واش كاين شي دبلج مفتول ثلاث دبلج مفتول ثلاث دبلج مفتول هذوك تقال هذوك فين ثلاث دبلج مفتولين ها هذا كاين هاد البراسيت هادو عندي منهم جوج اللي بغات واحد ها هو راه حنا قسمناهم كل واحد بوحدو هذا قياس ديالهم 6.2 الثمن ديالو كيدير 5150 درهم 515 اورو اوكي 5150 درهم 515 اورو 103000 ريال لواحد 515 اورو لواحد لا واحد هذا 5700 ربي واحد 5700 واحد 5150 بيناتهم الفرق واحد فيه 9 غرام واحد فيه 10 غرام ها انت القياس ديالهم كلهم نفس القياس 6.2 6.2 كيدير 515 اورو 103000 ريال اش عندك الفانكلي في البيض والصفراء كاينين اختي كاينين هذا الثمن ديالو 5700 درهم 114000 ريال 570 اورو بالنسبه للبراسليات ها هما ايش نقول هذا بقى ندير شنو هذا ابراهيم طاح لي هذاك واحد اللي طاح واخا السفير غورميت غورميت ولا براسلي السميس لا ايه السفير اللي فيها السفير اه اللي فيها السفير ها هي هي نخليها لك هذا البراسلي ديال الفيس القياس 6.3 6.3 زوين باقي نقي وباقي جديد وصحيح فيه 14 غرام و80 كيدير 8400 درهم 6.3 صحيح زوين ها هو حلقات كبار الله يخليك واخا دابا ان شاء الله غادي نوريهم لكم ان شاء الله هذا 810 اورو 162 ريال غير صبروا معنا وقشبوا معنا شويه تقشروا معنا شويه المهم تنوريكم داكشي اللي بغيتو وحده بوحده كاين هذا البراسي تا هو زوين رومي ديال مشاربي الثمن ديالو القياس ديالو 6 والثمن ديالو كيدير 5700 درهم 570 اورو 114000 ريال ها هما 570 اورو قالت لك لا فاقدين ولا مفقودين راني والله ما عرفت واش فاقدين ولا مفقودين الدبلي محمد عطينا قياس هذا الدبلي الصويري هذا قياس 6 ونص هذا اللي صورتني على الدبليج الصويري كاين هذا قياس 6 ونص الديامتر ديالو قلنا هذا 5700 درهم 114000 ريال كاين هذا النباله بالروزاس كلها بالروزاس الثمن ديالو كدير 11700 درهم مليون و34000 ريال 1170 اورو 14700 درهم 1170 اورو هاهي قلت لك هان على عاود ثاني على كرافاطة عندك اجتماع السي حسن عندي اجتماع مع الشركاء ديالي هذا الثمن ديالو مليون و34 الف ريال 1170 اورو ديال الرزاز القياس ديالو 6.2 زوين هاد النباله هادي ها انت كاين هذا جديد هذا جديد ماشي ميزه هذا جديد ها هو نحيدو ها انت واحد البرسي تا هو ديال اللي فيه لي بولو فيه امسيرتي هنا بالديام ها هو الثمن ديالو غير رخيص كيدير 8000 درهم ها هو هذو مولات تسراتو بشي 16000 درهم 17000 درهم هذا هو اوغوز وهنا مسيرتي بالديامون البلاصه هذه كلها مسيرتي بالحجر كيدير غير 8000 درهم درنا حنا غير الثمن هرزك ديك فيه 8000 درهم حيت الحجر اللي فيه صغيورين شويه 800 اورو نظام عفاك واخا اختي انا اللي طلبتي لي غير الموجود انا دابا نوريك النظام نبرعك عاوتاني بالنظام ما بلاتي صبري معايا شويه اختي دابا سميره شحال من فضلك النظام والله الله الله سميرة تنتيا انا معاك واخ النظام كل حاجه والثمن ديالها راه خويا ديك النظام اخويا دابا تقلع عليا عاوتاني راه 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 برعوا النظام حنا غادي نكملوا يلا زيد نبداو معاك بسم الله على بركه الله كاينه هذه ديال 27 مليون هذه 27 الف اورو ها هي لا كاينه هذه هات يلا قيدي قيدي دير واحد الورقه للسيلو قيدي سجلي معاك هذه دايره 24 مليون 3 24 مليون 23 الف اورو غزاله هذه يا كاينه هذه بلاتي
تقاد لكم بلاتي ها انت كاينه هذه حتى هي زوينه ها الثمن ديالها هذه كدير حتى هي 18 مليون و2000 درهم 18000 يورو ها هي 18 مليون و2000 درهم ها هي ممكن تشرح لنا علاش دومي براسلي اللي عندهم القفال كيكونوا معمرين بالحديد الا اختي هذوك كيكونوا كيدير لهم واحد الرسول واحد الرسول كيتحل ويتسد هذاك هو كيدير فيه واحد الرسول ديال بحال كيتسمى بحال لاستي هو اللي كيكون فيه شي غرام تقريبا ديال الدم ما كيكونش عامر غير هذاك كيديروه ليه باش يبقى ديما يرجع حيت الدم يمكنش مثلا تحلو ويرجع لك هذاك كيكون لاستي تيديروه ليه باش يمشي ويجي سمعتي ها انت كاينه هذه الثمن ديال هذه كدير هذه دايره 34 مليون و 34 مليون و 35 مليون قل شي حاجه قليله 35 مليون هذه 35 الف يورو هذه ها هي هذه قلت لكم ان شاء الله غادي تتباع ان شاء الله هذه كاينه هذه هي الثمن ديالها كدير 27 مليون 27 الف يورو هذه ها هي حتى هي يالله اللي مشري تنزل كما نقول لكم ديما اللي مشرى تنزل قلت لك تعجبني في طريقه تشرحها وضروري خصنا نشرحوا للناس لا اي حاجه شي معلومه عرفناها حتى حنايا نقولها لكم هذه كدير 18 مليون و7000 درهم 18000 يورو و700 يورو ها شي مضمه بلا حجر واخا اختي انا نوريك بلا حجر نوريك اللي هادي كاينه هادي ما فيهاش حجر بزاف هادي هذه كلها انا ما فيهاش حجر فيها الحجر اللي فيها الروزاز كاينه هادي وكاينه هادي ولكن هذه دايره شي كذا 30 هذه 38 مليون هذه 38 الف يورو هذه ان شاء الله غادي تتباع في هذه اليمات ان شاء الله حيت زوينه هذه دايره حتى هي 27 مليون اللي دايره 27 الف يورو هاي 27 مليون هذه حتى هي 24 الف يورو هذه كاينه 24 مليون 24 الف يورو كاينه هانت كاينه هذه وكاينه هذه عطيني شي هذوك اللي بالحجر هذوك اللي سام راهم هي هذه كاينه دايره 31 مليون هذه 31 الف يورو هذه حتى هي ها هي في الاحمر هذه كلها الدم الاحمر لا مازال ها هو اللي دوزتها عند عمر عند عمر هذوك السطور كاين هذه بالحجر ها هي هذه كلها هذه زوينه هذه بزاف كياخذها لك يقول لك انا عطيني شي مضمه تكون خفيفه فيها الحجر لا والو ها هي والثمن ديالها ما كيكونش غالي بحال دابا هادو اللي كنبيعو حنا القدام 600 درهم من فوق هادو دايرين هادو كيكونوا قل هادو كيكونوا غير العادي كتقول لك انا بغيت غير نخبي فلوسي كياخذوا بحال هادو هادو كيديروا كدير 15 مليون و8000 درهم 15 فورو 800 الاورو ها انتو كاينه هادي حتى هي ها هادي الثمن ديالها دايره شي 17 مليون ها مشارج هذه تي دايره شي 18 مليون هاي هاي حتى هي اللي بغات تخبي فلوس اوكي هاد لاله مولاتي هذه دايره هاي لاله مولاتي فيهم كبير هادي طويله اللي عندها شي قياس كبير هادي راه طويله اكبر وحده في الطول وكاين هاد الصغار هادو بحال هكا دايره 14 مليون هاي 14 مليون 14 الف راهي قديمه حتى هي كان شي وحده باغاها هي كاينه هادي زيد اخويا كاينه هذه حتى هي ها هي حتى دايره شي 14 مليون البابيو القديمه مليون ها هي وكاينه هذه في 19 مليون هذه 19 فورو هذه زيد وكاينه عاوتاني هذه الصغيره اصغر وحده هي دايره شي 11 مليون ونص 11 فورو 500 يورو ما يلا قلت لك كرفسي على الكوستيم صافي ملي كيحضروا هادو كيقيب لنا الكوستيم لا كرافار صافي هادو كيغطيو كل شيء هادو يا رام يا رام بغيت نكمل لهم هادو دابا سير ربي الله انا معكم دابا هذا الثمن ديالهم هذيك ودوزت لكم مع سير الصابون 8500 يورو ها انت كاين هذا الثمن ديالو كيدير 6150 درهم 615 اورو 6150 123 الف ريال بلدي قياس ديالو 6.4 هذا اللي دوزت لكم هذا براسليات هذا مشارب كلهم دوزتهم هاك اخويا هادو ها انت واحد الكرميت غزاله انت واحد الكرميت ديال ها كاين الكرميت هذه ديال برا هذه الثمن ديالها كدير 9500 درهم 950 اورو 100 اللي هما ديال كيكونوا ديال 21 هذا عير 21 9500 درهم
950 اورو 190 الف ريال 9500 درهم ياك اختي ياك هذه كاينه كرميت هذه الثمن ديالها كدير 3150 درهم 315 اورو 315 اورو 62 الف ريال هاد واحد كرميت خريشي شاد زوين ها هي الفنه ديال فيها ديك الزمرد الثمن ديالها كدير 1500 درهم 150 اورو 30 الف ريال هاي 1500 درهم 150 اورو فيها هاد اللعيبات هادو 1500 درهم 150 اورو 30 الف ريال انت كاينه هادي حتى هي زوينه الثمن ديالها كدير 1500 درهم حتى هي 150 اورو ها هي 30 الف ريال ثاني وكاينه واحد الكرميط ديال الوليدات الصغار كدير الثمن ديالها 1200 درهم اللي بغات شي كادو واحد الكرميط ديال كافيه زوينه وصحيحه هاد البلاكه ديال هادي تكتب فيها السميه كتكون صحيحه الثمن ديالها كدير 1200 درهم 120 اورو 24 الف ريال ها انت كاينه هذه الثمن ديالها كدير 3000 درهم 300 اورو 60 الف ريال الفان كليف قياس صغير كاين واقيلا قياس صغير كاين عندي شي واحد كاين هذا الكرميط ديال الدياموند الثمن ديالها شحال كدير 13000 درهم 1300 اورو هاي 13000 درهم مليون 60000 ريال 1300 درنا فيها حتى هي هرس دقدق هاي زوينه هذه بالنسبه للدبالج كاين هذا الدبليج هذا بالنسبه اللي بغات الدبليج بوحدو ما كتبغي لا حجر لا والو ها هو هذا قياس ديالو 6.7 القياس ديالو 6.7 كيدير 6200 درهم 620 اورو 124 الف ريال اشنو هي ها هما ديك الجوج هذا قلنا 8300 درهم 320 اورو كاين هذا الدبليج هذا هو بوحدو كيدير 19200 درهم 1920 اورو مليون و184 الف ريال القياس ديالو 6.7 هما دوك كل هذا كاينين ثلاثه هادو وكاينين اللي فيهم جوج هادو 16000 درهم راه طايحين 17000 درهم حالته كاين حتى هذا الشكل دابا بحال عصير الصابون القديم حتى هو كيدير الثمن ديالو كيدير 19600 درهم 1900 هذا زوين الخدمه ديالو شوف كيفاش دايره خدمه قديمه 19600 1960 الاورو مليون و192 الف ريال القياس ديالو حتى هو 6.2 الخدمه هذه قديمه شوف كيفاش مخدوم السلوكه في هذيك السلوكه مبرومين ومخدومين هنايا حتى الداخل ديالهم فين ما يجرحك ما والو ها انت كاين هذا كدير 6300 درهم 630 اورو هذا براسي 126 الف ريال كاين هاد النبلات هي غزاله هادي ما مكتبهم بها صحيحه ثقيله الثمن ديالو كيدير 12000 درهم مليون و40 الف ريال 1200 اورو 12000 درهم اييه اختي اييه ها انت هادو كلهم بلديين كاين هذا التوا كيدير 11000 درهم مليون و20 الف ريال 1100 اورو هذا كيدير 20000 درهم جوج المليون و8 هذا زوين هذا هو بلدي جوج المليون و8000 ريال ها راه كاينين هذوك حتى هما كاينين القياس اخويا نعم اختي قولي عطينا شنو القياس بغيتي نعطيه لك قولي غير داكشي اللي غتبغي انت نعطيه لك هذا كاين البراسي حتى هو الثمن ديالو كيدير 8800 درهم فيه الروزاس 885 اورو 177 الف ريال القياس ديالو 5.9 احسن ديبيش الله يبارك فيك اختي رانيا لا اختي الاحجار الكريمه لا نشوف انا ولكن سيفتي ليا نشوف ما خاسرين والو قال لك المشري تنزل هذا الثمن ديالو كدير 8300 درهم ولكن حتى هو راه صحيح قاصح الميزان ديالو فيه 14 غرام فاصلة 6 والقياس ديالو 6.1 هادو كلهم بلديين ها هما دابا راه كنوريكم البلدي كلشي هاد الدبالج والبلديين وكلشي هادشي في الهميزات في الدوزيام هاكا حسين هادو كلهم في الهميزات في الدوزيام عطيني هذا هاي بلاتي نعاود نزيدكم بلاتي غادي نبرعوكم ان شاء الله هذا انت دابا توا بلدي كيدير 8000 درهم 800 اورو 160 الف ريال كاين هذا حتى هو الثمن ديالو كيدير 23600 درهم جوج المليون و72 الف ريال يعمل الناس ونعمل المعامله والحمد لله ديال الدباج اللي دوزتي دابا والنبيل
عطينا عطينا راه نشوف نشوف الثمن ديال الدب نستعمل دابا خويا كنبيع ب 550 570 درهم ولكن حد الدب تزاد دابا داير 510 الا تزاد غير شي شويه غنزيد انا في الثمن هنا الدب دابا راه كيتزاد راه يتزاد كيتزاد كيتزاد بزاف يعني دابا الساعه دابا حاليا دابا والله الا كيطلبوا علينا 520 530 درهم كيطلبوا لك دابا اللي عندي شي حاجه كيطلب الثمن كيقول لك خويا غير الماده الخامه راه واصله 510 درهم والله هادشي الله يحفظه صافي هادشي ما عرفناش فين غادي حقين هاد البراسي تا هو كيدير 7000 عاد كنقول لكم انا شحال هادي شراو الدبر غيوصل 500 درهم 520 قلتها لكم قلت لك غيوصل مازال 600 700 درهم ومازال غادي يوصل عقل على الهضره هادي عقلوا على التاريخ هذا وديروا شي ورقه وكتبوا فيها اشمن التاريخ اليوم وعقلوا على الهضره نقول لكم غيوصل 700 درهم ان شاء الله للجرام قالت لك علاش هادشي ما تحطوش في الجروب قبل من اللايف ليلى اختي يقولوا عليهم هما الدراري اختي هما اللي مكلفين ولكن ما كيحطوا حتى شي حاجه علاش ما كتحطوش قالوا لكم الناس في الجروب فاطمه الزهراء قلت لكم هادشي كاع ما كتحطوا لهم كتحطوا لهم داكشي الخفيف فين كنا الجروب ديال الخريشات هذا ديال 9000 فين فين هو غادي وفين هو غادي قال لك فين غادي عندي واحد الكروبيت هي ديال الروزاس هي زوينه هذه الثمن ديالها الثمن ديالها كدير 28500 درهم 2 مليون و170 الف ريال 2850 اورو هانت ما كتقراش التعليق ديال الفاس كتقرا غير ديال الانستغرام لا والله الا اللي جا قدامي تنقرا شحال غرام من فضلك للشراء عند الذهب القديم للبيع يس كنبيعو اخويا بالنسبه يونس ومارك ياسين مارك كون اللي دو معايا دابا بالنسبه لهادشي الهميزه الدوزيام على حسب على حسب الموديل كاين الموديل اللي كنشري انا ب 500 كاين اللي كنشري ب 520 كاين اللي كنشري ب 480 كاين اللي كنشري ب 450 على حسب على حسب الموديل اللي شريت انا وشحال باش شريته هادشي اللي كاين كاين هادو نحيدهم قلنا ها انت كاين هذا تا هو زوين هذا البراسلي هذا شي وحده الا عجبته هذا ما غاديش تلقاها كيدير 29500 درهم 2 مليون و 2 مليون و 190 الف ريال 2950 لا السبيك لا ما تنبيعوش اختي السبيك لا هذا الثمن القياس 6 هذا قياس 6 2000 اختي الناس بنيت السبيك غتمشي للمنجر المنجر فين كيبيعوا تما بزاف ما انا لا ما عنديش انا السبيك انا كنبيع بحال هكا بحال هكا 2950 اورو 2 مليون و100 2 مليون و190 الف ريال هذا ها انت كاين هذه الشويكات هي زوينه عطيني ديك البلاطه 50 اللي في الحلقات هذا كاين حطوا لي هنا ها انت واحد البياسة عاوتاني كبيرة شوف غزالة هادي انت شوف هادي قديمة حط في هنا كاينة هاديك وكاينة هاد هاد الحلقات البياسات هادو انت هادي وهادي عقلي عقلي زرتي كل هادو انت كاينة هادي وكاينة هادو شي قديم هادشي شوف شوف بياسات كيفاش دايرين شوف هذا راك فكرون دوك كانوا كيديروا شحال هادي بحال هكا كيخشيو في هذاك الحزام ديال المضمه كيجي في كرون ها انت مرة يدخل دخل فوق الكوفر كاين واحد البوطه حمراء فوق البيرو ما تحت البيرو شو اش بدا ليا بطه حمراء البيرو طويله واحد البوطه حمراء طويله اللي فيها واحد الحاجه نوريها لهم ها انت كاينين هادو وهادو ما الى شيخ ان شاء الله قريب قريب غادي يجيبها قريب ها انت واحد الحلقات اخرى هادو يلاه دوزتهم كاع ما شتهم هذا هادو الثمن ديالهم 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال 50000 ريال راهو 2500 درهم ما عرفتش من ديك نقول بسم الله عندك 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 اصاحبي داك الشيء ضربك ولا شي حاجه لا هذا ديال الذهب هذا الشيء هذا الشيء عاوتاني شد الروعة عاوتاني شوف انت لله
الله اللي بغات تسري شي شي تحفه اللي بغات تسري شي تحفه شي تحفه عاوتاني واعره انت دابا هذا انا القديم كنهزو معايا هذا تلقى لي شي واحد ما عقلتش عليها انت تلقى لي شي واحد مش قفره خيو لا هما لا دي يلا دوزتو 2500 درهم يلا سافري لا غتمشي بحالك مادام نعرف هذا الشيء ولا نجي لك قولي يلا مبرومي عند اهم قول لي شي وحده مازال كتغلي تقفر معايا هذا شي ديال الزمان قديم هذا الشيء هذا كيعاود لي في السبعينات وقيله خداو هذا الشيء شي قديم صوفيا نجيك حتى تما الا ما سكتي الخنزر ديال الذهب هاكا 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 حيد بوسرا تنتي شكرا بزاف تي زنيت وين زنيت وين زنيت هايا كنز مي كان كنطرح لكم على شي كنز ما عندي واحد السلسله ديال الفيني زوينه ورخيصه هاي دايره 750 درهم غير 15000 ريال قالت لي عندك تعمي عمر اش كيدير حدايا قولي بعد مني واش هادشي ديال شي امير خارجي كيبيع والله وعليه بغيتي نمشي نبيعو علينا غنبيع عليه هادشي هذا كدير 750 درهم 75 اورو قالت لي عندك هادشي في المستوى ما شاء الله حنا كنوريكم قالت لك واحد المراز عند جداتي وقيلا نمشي نشوف سير اختي قلب ابو شرا سير مربى هاد القيده بسيري سير وجيبي قلبي ليا تاهو نوريهم في اللايف اشنو قرمت عندي واحد الحلقه ديال البلوطه الثمن ديالهم كدير 11400 درهم مليون و140 اورو مليون و28 الف ريال قالت لك بليز نعاود نشوف رمضان والله يا اختي حشومة عليك ما هاتي واحد الشوكر تا هو زوين نوريه لكم الشوكر تا هو في الميزات كيدير 4500 درهم ديال رافينيتي هذا 4500 درهم ها كيجي لاصق بحال هكا في حجرات خضرين وفي هادو ديال الذهب ها هما في مرات ديال الذهب 4500 درهم 450 اورو في هادو في زوينين هذا 4500 درهم 450 اورو قالت لك مهراز كاع مشيتي بعيد ايوا صوفيا قالت لي واحد السيده قالت لي قالت لك جداتها عندها واحد واحد المهراز قالت لي غنمشي دابا نقلب عليه حتى زرزيت حتى زرزيت والله الا كان عندي واحد جوج تبعتهم زوينين واحد زرزيت فني والله يجيب شي ابراهيم هذيك الكورميت اخويا راه مع الحلقه تسمح لي راه ديك فين هذيك الكورميت راه هاد الكورميت هادو اسمحوا لي هاد الكورميت ترى مش كاع لونسومبل ديالو ها انت معاه لونسومبل هذا هاد الكورميت راه معاه الحلقات والخاتم بهذا الثمن اسمحوا لي ها انت راه معاه الخاتم والحلقات والكورميت ب 9500 درهم راه كله مادام 950 اورو 950 شوف والله ما عرفت واش 5000 اورو ما تعرف 4500 9400 درهم 940 اورو خويا خدي بغيت ديك السنيسله اللي بغيتي اي حاجه بغيتيها تواصل معنا اي حاجه بغيتوها تواصل معنا ان شاء الله ها انت عندنا واحد بول الحيوات واحد جوج بول الحيات جداد ها واحد بول الحيات هادو دابا شي وحدين كيصايبوهم هنايا ولكن ماشي قدام وخفاف ها باش نوريهم لكم تشوفوهم ها هما كاين هذا كيدير 3 المليون لاش اخويا لاش 3 مليون ونص هذا 3 مليون ونص 3500 اورو
3 مليون ونص هذا تعرف 500 هذا اذا كيدير 3 مليون ونص 3500 الاورو اللي داير ولكن عاد كاين القديم كاين واحد ارض ممكن واحد ديال 3 ولكن هذا خصه يتصايب الكرافاج ديالو ها هو كاين هذا ديال 3 ديال 3 كيدير الثمن ديالو 4 د المليون ونص هذا كاين ديال 3 وكاين ديال 2 هذا كيدير 3 هذا الثمن ديالو كيدير الثمن ديالو 4 د المليون ونص هذا اللي فيه 3 ولكن هادو جوج ديال الله تصايب ماشي قدام هذا 4 د المليون ونص وهذا 3 د المليون ونص كرافاج هو الحاد جداد كلهم اختي هادو ثمن مزيان هو هادشي اللي ورينا كل اللي كاين اليوم وريناه لكم ما بقدرش ندوز لك شي كامل خليتها الغدا عاوتاني ان شاء الله انا اختي غندوز هاد المنظم غنجمعهم وبقى نقول لكم الثمن ما الا قريك اللي قلق دوز عليه بالخمسة راه قلتها اليوم طلع فك هذيك الصندوق بولحية الصندوق بولحية اللي مقطع هذاك اختي هذاك بالكرافاج ديالو هذاك كيدير 4 مليون ونص جاكوار عطيني اخويا الجاكوار هذيك الوصول ديال الجاكوار ها انت اختي كاين هذا الجاكوار هذا كريم اسمحي لي كاين هذا الوصول هذا هذا كيدير 18000 درهم 1800 الاورو مليون و180 الف ريال 1000 مليون و160 18000 درهم 1800 الاورو هذا ياك بلاتي كاين هذا ها انت واحد الوصول ديال الجاكوار تا هو زوين ها هذا الثمن ديالو كيدير 30000 درهم 3 د المليون 3000 اورو فيه الكورميت الخاتم الحلقات ياك 3 د المليون 3000 اورو كاين هذا هذا في الابيض ها هو هذا الا بغيتي في الابيض الثمن ديالو كيدير 28000 درهم 2800 اورو 2 د المليون و100 2 د المليون 160000 ريال 2800 اورو فيه الكورميت الحلقات وسميتو ولكولي وكاين هذا تواد الجاكوار هذا ها هو الثمن ديالو هذا هو كيدير 40000 درهم 4 د المليون و10000 ريال ولكن هذا طويل هذا راه كيتلبس بحال بحال السطور هذا راه طويل 4 د المليون و10000 ريال 4050 اورو هذا هما الجاكوار اللي عندي هذوك هذوك الصغار اللي فيهم غير اللي هذوك اللي بغيتيهم كريما نصورهم واخا الصص ديال الحضور اختي ديال الحضور الصص ديال الحضور وكاين لويز لويز عندي شريو شريو لويز راه مازال راه كي غادي يبغي يتزاد حتى هو تزاد حتى هو راه غادي يتزاد خذو دي لويز ها هو اللي بغات تخبي فلوسها بلاتي ندوز لكم هذا النظام هاكا ها انت اختي كاينه هادي بالنسبه اختي سميه بالنسبه للذهب البيض والصفر بحال بحال عندك الابيض والصفر والاحمر ثلاثة اللوان بحال بحال كلهم أصل ديالهم كيكون صفر غير هذاك البيض كيديروا معاه واحد كيقول لي الإلياج هذاك هو اللي كيبدل اللون ما بحال 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 البيض بحال الصفر بحال الأحمر بحال بحال كلهم عيار 18 الكارة ها هو هذا كيدير الثمن ديالو كدير الثمن ديالها شي 36 مليون وشي حاجة هادي ها هي أخويا حط أرخص وحدة دابا حاليا عندنا هي هذه 11 مليون ونص هاي 11000 اورو 500 اورو ها هي 11000 اورو و500 اورو 11 مليون ونص ها هي لويز اختي 3500 درهم دابا الوحده حاليا يعني باقي ما زدناش فيه 3500 درهم هذا الثمن ديالو كيدير 31 مليون هذه 31000 اورو ها هي كاينه هذه ديال شي 18 مليون هذه 19 مليون 19000 اورو ها هي هي 19 مليون 19000 اورو كاين هذه دايره شي 14 مليون ونص هذه 14000 اورو 500 اورو براسي 2 مليون بلدي 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 وقيل عندي هنا اكا حسين هاك شد شد اللي دوز دابا بلدي شنو اللي عطاتك شوف شوف ديك اللي عطاتك بلديين فيناهم حسين اللي عطاتك بلديين وما هنكا ما ديك اللي دوز ايه
صافي يعني كاينه انت دايره 14 مليون ونص هي يلاه انا نصيفط لك مرحبا عليك الله يبارك فيك الله يعطيكم الخير والله ييسر لكم انتما انتما راه في القمه ملي كتكونوا انتما في القمه حنا في القمه الله يزيدكم يبارك لكم في رزقكم وفي وليداتكم وفي صحتكم قولوا امين وفي ازواجكم هذه الثمن ديالها دايره 31 مليون 31 الف يورو لويزا اختي هو هذا ها هو لويزا هو لويزا هذا البيت ديال لويزا اللي بغاتو في السلسله ها هو اللي بغاتو في الكلادات ها هو ها هو لويز كاين ياك ها انت هاد المضمه هادي حتى هي دايره شي 18 مليون 18 الف يورو هادي اللي ما بغاتش الحجر الحجر راه فيها غير هادي اللي الوسط كلها ما فيهاش الحجر ها هي 18 الف يورو هاك دبليج السويري بوحدو شحال الغرام هذا ثاني دبليج السويري 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 راه ليه واخا نوري لك اختي كاين هذه الثمن ديالها كدير شي 15 مليون و 8000 درهم ها هو اختي داك الدبليج السويري كيدير 8300 درهم 166 الف ريال الغرامات ديالو فيهم 16 غرام 14 غرام فاصله 6 والقياس 6.5 كاينه هذه سرات الدوازتهم والله الا دوزتهم قبيله هاك راه كنجمعوا دابا راه ساعه ودرنا شي حاجه دابا كاينه هذه دايره 27 مليون 27 الف يورو هاك يا اختي بسم الله الله ينورك اختي كاينه هذه دايره شي 18 مليون و 7000 درهم 18000 يورو و 700 يورو هاك عندك نظام غزالين الله يجيب الرزق امين ان شاء الله باذن الله وتجي تشري من عندي ان شاء الله هذه دايره 35 مليون 35000 يورو هذه ها هي ثقيله ما شاء الله غزاله قلت لك انا راجلي قلت لك انا راجلي راه كيسمع فيكم خنزر باش ما تسخوش لي شري لي بصح اللهم يخنزر اختي قد فيها الشرا اللهم يخنزر هذه دايره 18 مليون و 2000 درهم 18000 و 200 يورو ما زيد تخنزر قول لي شوف قال لك وداود غير ضحك كاع ما تشري يضحك مولا ربي هذه دايره 27 مليون 27000 يورو ها ها انت كاينه هذه حتى هي الثمن ديالها دايره 24 مليون 24 الف يورو ها هي وكاينه هذه دايره شي 38 مليون 38 الف يورو هذه كبيره ما شاء الله هذه غزال الله عندك الضربين اختي عندك ها هي دي ما شاء الله هذه واعره هاك وكاينه هذه دايره 26 مليون و 7000 درهم كاين ها نعم شكون الرادكو ما عرفتش اخويا واش عندي شي واحد هنا هذه في سويد وسوي هذا اه ايوا هادشي اللي غنقول لكم البنات والعيالات اش غنقول لكم مازال ها انت كاين هاد باش تبان لك شي حاجه اخرى داكشي على السيسبانس اها وكاين هاد الحلقه ديال هما ديام هما ديال لي ديام هاد كاين هادو كاين هاد هذا فيها امرود حره هادي وكاينه هادي الربيع حره لويز لويز اختي كيدير 70 الف ريال وكاين هادي واحد اخرى كلها بالذهب هاهي صغيره دايره شي 75 الف درهم 7 مليون ونص الاوراق ديالها وكل شيء ديالها هادي دايره الديامتر ديالها 28 انا شخص اللي تبغي كل شيء كاين ها انت واحد السنيسه زوينه 750 درهم ها هي اختي بسم 15000 ريال ها هي 15000 ريال المحل عندنا اختي في شارع نورماندي في المعارف حدا مارشي السكر القديم فين كاينين حنايا ها انت واحد الكرمه حتى هي خميسه الثمن ديالها كدير 1900 درهم 38000 ريال 170 اورو ايوا زيد اختي نوريك مازال اللي قريب ليا
نزيد شنو غادي نوريك مازال. هذا قلت لكم الثمن ديالو هذا قلنا 3 مليون و 800 3 مليون يا ربي 3 مليون 3000 يورو مزال 3 مليون 3000 يورو. السلسله ديال الحضور اختي راه سمعت شو ما اختي سنتي حضور ما عنديش بزاف كله متباع. عطينا داك عطينا هذيك الطويله هاد اختي كاينه هذه اللي بقات في دوك ديال الحضور بقات هذه اللي راه 8500 درهم 850 اورو وكاينه هذه هذه ديال اللي فيها كرافاج طويله والبونيتي الا بغيتي تبدليها راه تبدليها ياك. هكا عندنا لونسومبل راه تباع البراسلي وتباع الخاتم بقاو الحلقات والبوندونتي فهم. الحلقات كيديروا 8800 درهم 880 اورو 176 الف ريال الحلقات بوحدهم. كاينه السلسله والعلاقه دايرين 2 مليون و20 الف ريال هذه ديرها ديال الحضور هذه ها هما ديال الحضور هادو اللي عندي حاليا اختي بالنسبه ل ديال الحضور هما اللي عندي صراحه دابا. ايوا هادشي اللي عطى الله اليوم ما سخيناش بكم الله يجعل البركه الله ينوركم والله يخليكم لينا كرافات ديالي خصني نقادها نظام خسر لي كلشي والله يسر لنا وليكم ان شاء الله والله يحفظنا ويحفظكم يا ربي يا ربي تسر لي وليكم. هذيك احمدي قالت لراجلي زول الويفي مونتاج والله ما يخلي ما يخليكش تشري الدار سير في السي حسن باش راح تطلعش راه كطلع ما عندك ما عنديش رادكو خويا شرطتو ماشي رادكو ما عندي حتى شي رادكو انا. ايوا كاين هاد الكورميت مازال كاين عندنا هاد الكورميت هادي ها هي الصغيره ها هي هاد الكورميت هادي الصغيره الا عقلتو عليها مازال كاينه هادي ها هي وكاين الشمار آه ان شاء الله في رمضان ان شاء الله نديروا التراويح ان شاء الله تاس ديال التراويح ان شاء الله وزين ندير ان شاء الله ندير لكم اللايف ان شاء الله يكون نقشبوا فيه عاوتاني شويه ها ها هو هذا الشيء اللي عطى الله اليوم الله ان شاء الله يدخل علينا رمضان ان شاء الله بالرزق والتنشير ان شاء الله والصحه والهنا وراحه البال ان شاء الله. القدر ديال الثلاثيه السامبل اللي دوزتي فين هما خش في ديك القدره حسين ذوك السامبل ثلاثه دوز هادو سماهان عيفات سماهان انت اختي سماهان ها سماهان يلاه ها انت اختي كاين هادو ها انت وكاين اختي ها انت وكاين هذا وكاين هذا شحال القياس القياس ديالهم 6 هادو اختي اللي بغات هادو الدباز السامبل 6 كاينين فيهم قياس 6 حرقه طرفين انت اختي لا لا والله ما كاينه. هذا 9500 درهم 950 اورو فيه الخاتم الحلقات والكورميت والكورميت ديالهم راه مغلفه شتيها زوينه الكورميت. ايوا هادشي اللي عطى الله ما خبينا عليكم حتى شي حاجه ان شاء الله تلغدا عاوتاني كنا معروضين عند السي حسن عام شي الا درت لكم الرفيسه الرفيسه هي اللي درت لكم. الثمن ديال الشمار الثمن ديال الشمار كيدير شي 15 مليون وشي حاجه 15 مليون و2000 درهم ها هو 15 مليون و2000 درهم اختي اسمها 15 فورو و200 اورو زوين سميتو هذا. القياس 7 القياس 7 عندي في هذوك الكبار لا السامبل لا ما فيهمش القياس 7 في السامبل لا. يلا نخليكم ان شاء الله حتى الغد ان شاء الله عاوتاني ان شاء الله شكرا لكم بزاف تصبحون على خير اكون عاون ربي تي من سيوين تي سعدين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله يهنيكم سيروا تنعسوا اسمحوا لنا شديناكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.